السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي. واليوم بإذن الله مع أسهل وضعية إدماجية حول دور العلم في حياة الإنسان. اللغة العربية السنة الأولى متوسط، نبدأ. دور العلم في حياة الإنسان. يشكل العلم السبيل الأول لاكتشاف الكون ومعرفة تفاصيله وخباياه، وهذه المعرفة تعود بالفائدة على كافة نواحي الحياة. ساهم العلم في اكتشاف خامات وتقنيات جديدة على مدى التاريخ، وتتنوع التقنيات التي أنتجتها، ولا زالت تنتجها العلوم المختلفة، والتي أدت بدورها إلى تطوير اختراعات مختلفة استخدمت في إنتاج البضائع التي تسهل حياة البشر وترفع من رفاهيتهم. وعليه فإن العلم يعد أساس التكنولوجيا التي دخلت في تفاصيل حياة الإنسان، كالمنبهات الإلكترونية ونشرات الطقس ووسائل النقل والشوارع وطرق الطهي المختلفة ووسائل الاتصال والمضادات الحيوية والمياه الصالحة للشرب وغيرها الكثير. ولذا علينا أن نطلب العلم من المهدي إلى اللحد، فقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.